السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أعزائي المتابعين، الحقيقة اليوم نحلل بعض النفسيات لبعض الحريم اللي يطلعون على القسط. وبالصدفة كذا يعني أنا أدور وهكذا حطيت على واحدة يعني نفسها هنا في إنفها، وما تبغى أي واحد يتكلم عليها بأي كلمة أو يمزح أي مزحة أو أي كلام أو أي، المهم ما عاد عرفت لها بصيرة. فقعدت أتابع البث أنا وأشوفها وهي ردودها على الناس وكلامها وتكلم عليهم ويسألونها أنت من فين، قال أنا من أهل بخبط أو من أهل بحبحب، من أهل بحبحب. يعني الآن لا عاد بقي لا حبحب ولا بطيخ، كل حنفلتنا في هذه البثوث حرمة ورجل يا جماعة الخير. ولكن بعض بثوث تستفاد منها وبعض بثوث الله لا يورينا ولا يجيبها، فيها مسخرة ومهزلة وقلة حياء وقلة أدب وقلة ما هو عاد يقول عنها. فدحين نوقف عند هذه الشخصية، أما شخصيات كثير لو تعريها وتفضحها فلا، احنا نقف عند هذه الشخصية بس اللي تقول انا من اهل بخبط يعني من اهل بحبحب مستحية. قلنا لها يا بنت الحلال، كان ردي عليها كذا، انا قلت لها يا بنت الحلال الان انت عارفة وما دخلت هذا المزاد وهذا السوق السوشيال ميديا الا ستواجهين فيها كل ما هب ودب، القبيح والطيب والغث والسمين والمثقف والجاهل والمتعلم والجاهل وكل شيء. تلقين عندك فئات مختلفة وفروق فردية متعددة. قالت ايوه انا عارفة بس انا ما احب احد، انا انسانة مدري ما محترمة. قلت والله لو انت صدقة محترمة وتقولين ما تبغى تدخلين هذا السوق ما جيت انه ودخلتي وطبيت. ها هنا من طب ما عليه اللي يتحمل ويتقبل ويصبر ويتعامل مع كل الفروق الفردية بأسلوب. اعتبري نفسك معلمة داخل فصل دراسي، هذا قدراته العقلية نمبر ون، وهذا قدراته العقلية تعبانة، وهذا متوسط، وهذا ذكي، وهذا غبي، وهذا خليك فنانة يعني تعاملي مع الناس بأسلوب طيب وأكسبي حب الناس. كيف تبغين يعني بث وتبغين يعني تتعاملين مع الناس وأنت أسلوبك ها وتمدح نفسها ومادح نفسه كذاب؟ ما عاد عرفت لها بصيرة، كلما جيت لها يعني حية رقطاء، كلما تجي لها من جهة تلدقها مرة بذيلها ومرة بفمها. لكنني الحمد لله تعاملت معها بأسلوب ووصلت لها الرسالة وطلعت. فالحقيقة تقول أنا من أهل محبحب، أهل محبحب أحسن ناس وأشرف ناس وأحسن ناس، وأمكرتون يقولون حق مقوطة حبة واحدة تخربه. فلا تحسبين انك انت، مو انت وبس نزلتي هذا السوق، قد نزلوا غيرك من خبوط ومن قرى ومن مدن، وكل واحد وطريقته وذكاه وعلمه ورجولته وشخصيته واسلوب تعامله. الناجح يبقى ناجح حتى لو قالوا الناس فيه وحتى لو كلموا فيك وقالوا فيك، انت طالما انت تتعاملين ماسكه السفينه وماسكه المقود صحيح، السفينة تسير بك حتى توصلك إلى بر الأمان. لكن إذا كنت غير قادر على إدارة السفينة فارقدي في بيتك أحسن لك هدبة، وخلم كذب ولا تقولي لي من أهل بخبط ولا من أهل بحبحب ولا أهل، تكلمي بالصراحة بكل حاجة. وأنت حتى ما دام أنك دخلت هذا السوق والله لا يجيب أبوك، حتى لو أنت الذي حنا مقفل عليك بسبع أبواب، لنجيبك ونجيب قريتك ونجيب اسم أبوك ونجيب أهلك، لأنه ناس خلاص هكذا تحجبوا وتمكذبوا و تشددوا. والآن ترى هنا هذا لا في كل مكان لقيناهن ووجدناهن وما في لا قلة، احنا زملاك وانت تبغى تطلعين مع الناس وتبغى تنفسي وانت خليك ذكية ولا تسيئين الى احد ولا تحضنين الناس ولا تهبي اللي خلص اللي يعجبك من الشيء. انا قلت لك الآن هذا سوق مثل سوق الصميل حق ام دواب، هذه عرجة وهذه عورة وهذه سمينة وهذه شعير وهذا ياكل قصب وهذا، فكل واحد له قيمته ولا ثمنه. فانت خلي ثمنك ثمن طيب وتعاملك تعامل طيب واسلوبك اسلوب طيب وكلامك كلام طيب، واللي بطال تسمع عنه ويسيء لك
لا ما انت شلت طابعين الاساءه اني من يسيء لك معناته الله يخلف عليك والله يجرجون ابوك حتى خلنك معرك هذا ما عاد عليك ولا خير ابيك من ذا حينه. فهذه نصيحه لك ولكل اصحاب البث وصاحبات البث والله يحفظكم محبكم ابو مطران.